هذا المعرض للصور والوثائق الذي تنظمه مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد يعكس مسار وجه من الوجوه السياسية البارزة في تاريخ المغرب المعاصر عبد الرحيم بوعبيد. طبع المسار والتاريخ المعاصر للمغرب، يقدم للزائر مجموعة من الوثائق من صور وأرشيف للتعرف على هذه المرحلة، ويمكن تلخيص هذا المسار في محطتين أساسيتين. المحطة الأولى تعكس الكفاح والنضال من أجل استقلال المغرب. المرحلة الثانية تعكس التزام الفقيد عبد الرحيم بوعبيد في المعركة من أجل بناء الديمقراطية في المغرب. هذا الحلم الذي كان موضوع تعاقد بين الملك أو بل السلطان محمد بن يوسف والحركة الوطنية سنة 44، وبعد ذلك كذلك. الهدف من هذا المعرض هو طبعا تقديم صورة أو نموذج، صورة نموذجية لمسار سياسي والسمات الأساسية التي تميز الرجل السياسي العادي والرجل الدولة.